بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الكلام على أحكام الإيلاء. تفضل ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الإيلاء، وهو لغة مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف، وشرعا حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وقع زوجته في قبولها مطلقا أو فوق 4 أشهر. نعم. قال فصل في أحكام الإيلاء، والإيلاء قال وهو لغة مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف. فالإيلاء هو الحلف، ومنه قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة في حق سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني لا يحلف ولا يأتلي. فالإيلاء هو الحلف، هذا لغة. وأما شرعا قال وشرعا حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقا أو فوق 4 أشهر. فالإيلاء هو أن يحلف، الإيلاء شرعا أن يحلف الزوج، قال الذي يصح طلاقه، يعني بأن يكون بالغا عاقلا مختارا. زوج يصح طلاقه حلف على ماذا؟ قال حلف ليمتنع من وطء زوجته، من إتيانه زوجته في قبلها في الموضع المباح. قال مطلقا، يعني حلفا مطلقا من غير تقييد بمدة، أو فوق 4 أشهر، يعني أنه مطلقا أنه لا يطؤها مطلقا بس من غير تقييد بمدة. يعني قال والله لا أطأك، والله لا أطأك أطلق من غير تحديد مدة، أو فوق 4 أشهر، قال والله لا أطأك 5 أشهر مثلا، أو 4 أشهر ويوم إلى آخره، ولو قل هذا الإيه. نعم. وهذا المعنى الذي ذكرناه هو الإيلاء، هو الذي جاء فيه قول الله تعالى في الكتاب العزيز للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذه الآية تحدثت عن مسألة الإيلاء. اقرأ. وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف وإذا حلف ألا يبقى زوجته وقعا مطلقا أو مدة، أي وقعا مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر، فهو أي الحالف المذكور مول من زوجته، سواء حلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، أو علق وطء زوجته بطلاق أو عتق كقوله إن وطئتك فأنت طالق، أو فعبدي حر فإذا وطئ طلقت وعتق العبد. وهذا لو قال إن وطئتك فلله علي الصلاة، مش وهذا وإن وكذا. نعم. وكذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق فإنه يكون موليا أيضا. نعم. الآن هذا المعنى الذي شرحناه وهو معنى الإيلاء شرعا، قال مأخوذ من قول المصنف وإذا حلف، يعني الزوج كما قلنا الذي يصح طلاقه، ألا يطأ زوجته وطئا مطلقا، يعني من غير تقييد بمدة، أو مدة، أي أو حلف أنه لا يطأها إيه مدة مقيدة. هذه المدة المقيدة حتى تكون إيلاء، قال أو مدة أي وطئا، أي أو وطئا مقيدا بمدة. ما هي المدة؟ تزيد على أربعة أشهر. فحينئذ يكون إيه موليا. قال فهو أي الحالف المذكور مول من زوجته، حينئذ ينطبق عليه اسم المولي وأحكام المولي. أما لو حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فما دون، هذا ليس موليا. لو قال والله لا أطأك 4 أشهر ما زاد عليها ليس موليا. لو قال والله لا أطأك 3 أشهر
شهرين، شهرا، أسبوعا، هذا ليس إيه؟ ليس موليا، هذه المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فهو مول من زوجته سواء. الآن الحلف له أشكال، الحلف بالامتناع عن وطئها. قال سواء حلف بالله تعالى وصفاته وهو أصل اليمين لا تنعقد إلا بالله وصفاته بأسمائه وصفاته، كأن قال والله لا أطأك، أو والعلي العظيم لا أطأك، كذا إلى آخره. تمام. قال أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق، ألزم نفسه بطلاق أو عتق على إذا وطئ زوجته. قال كقوله إن وطئتك، إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حر. قال فإذا وطئ طلقت زوجته وعتق العبد، وهذا الإلزام يعد كاليمين. هذا التعليق عدم الوطئ في المدد المذكورة إما مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر يكون إيلاء، سواء كان الحلف بالله أو بصفاته أسمائه وصفاته أو بإيه، أو علق عدم وطئه لها بطلاق إيه، علق طلاق زوجته على وطئه لها في تلك المدة، أو عتق عبده على وطئه لها في تلك الإيه المدة المذكورة، فهذا كله يعد إيلاء. قوله طلقت هكذا وزنها الصرفي، طلقت تطلق من باب قتله، قتل يقتل. نعم. وعتق العبد. قال وكذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون مونيا أيضا، يعني نذر نذرا، هاي صيغة الإيه التعليق النذر. قال كذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة، نذر قربة، أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا حينئذ. نعم. فهذه كلها صور لكون الرجل من زوجته موليا، لكن المدة احفظوها، تزيد على 4 أشهر أو أطلق المدة من غير قيد. الآن ما الذي ينبني على هذا الحلف، على هذا الإيلاء بالمعنى الشرعي؟ اقرأ. ويؤجل له أي يمهل المولي حتما حرا كان أو عبدا في زوجة مطيقة للوطء إن سألت ذلك 4 أشهر، وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء وفي الرجعية من الرجعة ثم. نعم. الآن ويؤجل له أي يمهل المولي حتما، هذا المولي اسم للرجل الذي حلف للزوج، اسمه مولي. هذا المولي بعد أن حلف يمهل مدة، يمهل أي مدة؟ ما هي المدة؟ قال 4 أشهر، يمهل 4 أشهر. بعدها إيه؟ بعد انقضاء هذه المدة سيخير بين أمرين آتيين، لكن قوله يؤجل أي يمهل المولي حتما يعني وجوبا، يعني لا نحاسبه على شيء قبل مرور هذه المدة. حرا كان هذا الزوج أو عبدا المولي يعني في زوجة مطيقة للوطئ، إنما يترتب عليه أحكام الإيلاء إن كان حلف أن لا يطأ امرأته زوجته وهي مطيقة للإيه للوطئ، أما إن كانت غير مطيقة للوطئ فهو إيه عاجز عن إيه، وهي عاجزة عن أن تمكنه من وطئها، فهذا ليس بإيلاء، لأنها الواقع والحال أنها لا تطيق إيه الوطء، حلف أو لم يحلف، هو الواقع أنها لا تطيق الإيه الوطء. نعم. قال إذا حصل هذا الأمر، حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو زيادة على 4 أشهر المذكورة كما قلنا، فإنه بعد هذا اليمين لا نفعل له شيئا، وإنما يمهل. ما معنى يمهل؟ يؤجل، نتركه على حاله إلى أن تمر عليه 4 أشهر، بعد ذلك نخاطبه. الآن السؤال هنا قوله ويؤجل له أن يمهل، هل يحتاج هذا الإمهال وهذا التأجيل إلى ضرب قاض، يعني إلى حكم قاض؟ نقول لا، لا يحتاج إيه، لا يحتاج إلى ضرب قاض أو حكم قاض، بخلاف العنة في عيوب النكاح، قلنا العنة يضرب له القاضي مدة سنة، هذه تحتاج إلى الحكم من القاضي، أما هذا لا يحتاج إلى حكم من القاضي، ولكن يمهل بنفس الإيلاء، يمهل بنفس الإيلاء. فقوله بعد ذلك في المتن إن سألت ذلك 4 أشهر، ظاهره أنه لا يمهل إلا إن طلبت الزوجة ذلك، وليس كذلك،
هذا ليس بقيد، سواء سألت الزوجة القاضية أو سألت زوجها أن يمهل هذه المدة أو لم تسأل أحدا، تمام؟ ولم يفرض هذه المدة والتربص فيها القاضي على الزوج، وإن لم يفرض فهي مدة مقررة شرعا يمهل فيها الزوج بعد الإيلاء. فقوله إن سألت هذا ليس بقيد، إن سألت ذلك. قال أربعة أشهر، متى تبتدئ الأربعة أشهر؟ قال وابتداؤها، عد الأربعة شهور، في الزوجة من الإيلاء. إذا آلى من زوجته، إذا آلى من زوجته فمن ساعة الإيلاء تبتدئ عد الأربعة أشهر. وفي الرجعية، طيب لو كان قد طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم آلى منها وهي في عدة الرجعية، في العدة آلى منها، قالوا لم تحسب المدة وهي في الرجعة، في عدة الرجعة، لأنه غير متمكن من من وطئها أصلا، يعني حلف ولا ما حلف، أليس كذلك؟ لم تحسب المدة حتى يراجعها، فإذا راجعها بدأ حساب الأربعة شهور من من الرجعة. نعم، اقرأ. ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي بين الفئة بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة والتكفير لليمين، إن كان حلف بالله على ترك وطئها والطلاق للمحذوف عليها. نعم، كمل. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع، فإن امتنع من الفيئة فقد أمره الحاكم بالطلاق. نعم، الآن بعد أن أمهلنا الزوجة هذه المدة أربعة أشهر، يقول الشيخ ثم بعد انقضاء هذه المدة، إذا فرغت الأربعة انتهت الأربعة أشهر، يخير المولي بين الفيئة والتكفير والطلاق. التكفير منصوبة ليست مجرورة، لماذا يمهله الشرع الشريف أربعة أشهر؟ يعني لا نطالبه أثناء الأربعة أشهر، مش هو حلف يمين لا يطأها، بعدين قلنا بهذا اليمين نمهله أربعة أشهر، بمعنى إيش قلنا؟ لا نجري عليه شيئا من أحكام الإيلاء، يعني لا نسأله، ما من قل له يجب عليك أن تطأ أو أن تطلق أو أي شيء، كأنه لم يحلف بالنسبة لنا إلا خلال أربعة شهور. إذا مضت الأربعة شهور بدأ الآن تدخل القضاء، قبل ذلك لا. ليش الأربعة شهور حددها الشارع كما قلنا الحكيم؟ قالوا لأن المرأة تصبر يعني على ترك زوجها لها مدة أربعة شهور، ثم بعد ذلك قال يفنى صبرها، ثم بعد ذلك يفنى صبرها أو يقل، أو يقل، هكذا ذكر العلماء الحكمة في هذه المدة وفي تعيينها. طيب، انقضت تلك المدة، قال ثم بعد انقضاء هذه المدة يخير المولي بين الفيئتين. من الذي يخيره؟ القاضي. القاضي يخيره، يقول له تعالى لك أحد خيارين، إما أن تفي، يعني أن ترجع إلى امرأتك أي إلى وطئها. ما صورة الفيئة؟ قال بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة، بقبل المرأة. الآن تتذكرون مرة معنا في فصل القسم والنشوز قلنا ابتداء لا يجب على الرجل وطء الزوجة، لقاعدة ذكرناها لكم، وهو أن ما يدعو إليه الطبع لا يوجبه الشرع، يعني من غير ما يقول الشارع الحكيم للزوج يجب عليك أن تطأ وأن يحكم عليه بلزوم الوطئ، هو الرجل رح يطأ وليه متزوج، لأنه هذه النفس تطلب هذا الأمر. لذلك مثلا الطعام والشراب والزينة مش واجبة في أصل الشرع، لماذا؟ لأن الطبع يدعو لها، كل واحد في منا سواء قال لك الشارع بدك توكل ولا بدك توكل، طبعك يدعوك للأكل، فداعية الطبع للأكل كافية عن إيجاب الشرع لها، داعية الطبع للوطئ كافية عن إيجاب الشرع لها. طيب بما أن الوطأ، قد يأتي سؤال وإشكال في أذهان بعض الطلبة، بما أن الوطأ أصلا مش واجب على الزوج، لماذا إذا حلف الزوج ألا يطأ؟
طبقتم عليه حكم آخر اسمه الإيلاء. نقول الفرق فرق بين هذه وتلك. إذا لم يحلف الزوج على ترك وطئ امرأته، إذا لم يحلف فهي تبقى طامعة في حصول هذا الأمر، ليه؟ لأن الطبع يدعو إلى ذلك. بينما إذا حلف أنه لا يطأها فقد قطع طمعها في هذا الأمر، فالشارع هنا تدخل. احنا قلنا لم يوجب الشرع الوطئ لأن الطبع يدعو إليه، لكن إذا خالف الإنسان هذا الطبع وحلف يمينا أو علق طلاقا أو عتقا تدخل في داعية الطبع، الآن جاء الشارع ليحد من إيه؟ من تعسف هذا الزوج، ليحد من تعسف هذا الزوج. نعم. يخيره بين الفيئة، فيقول له القاضي إما أن ترجع تفيء إلى زوجتك. إيش يعني تفيء؟ يعني يرجع على البيت؟ ما هو في البيت. لا، قال بأن يولج، يعني تطأها، بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة. لا يكفي الاستمتاع فحسب من غير وطء، ولا يكفي الوطء في الإيه؟ في الدبر، لكن فيما أباح الله. قال والتكفير لليمين إن كان حلفه بالله على ترك وطئها. هذا الخيار الأول، أن تفيء مع التكفير، فقوله والتكفير مفعول معه وليس مجرورا، تمام، ليس هو مخيرا بين الفيئة والتكفير، لا هذا غلط المعنى، هو مخير بين الفيئة مع التكفير وإيه؟ والطلاق. فهو مخير بين أحد أمرين، إما أن يفيء فيكفر وإما أن يطلق. واضح الفكرة؟ فقوله والتكفير منصوب مفعول معه، وليس كما ضبطت في بعض الكتب والتكفير، خطأ هذا. نعم. قال ثم يخير بين الفيئة والتكفير، هذا خيار واحد. إيش التكفير؟ التكفير لليمين إن كان حلفه بالله على ترك وطئها، إن كان قد حلف بالله، لأنه الحلف بالله يحتاج إلى كفارة يمين إذا حنث فيه الإنسان. قال والطلاق للمحلوف عليه، هذا الخيار الثاني. فيقول له القاضي باختصار الكلام بعد الأربعة شهور، إما يا رجل يا زوج، إما أن ترجع فتطأ زوجتك وإما أن تطلق، لكن إذا رجعت وطئ زوجتك بدك إيه؟ كفارة يمين إن كنت حالف بالله سبحانه وتعالى. قال فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق، قال لا أريد أن أطأها، لا أريد الفيئة ولا أريد الطلاق، قال طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، يعني هذا جبرا عنه. مش قلنا قبل الدروس في أمثلة الطلاق الواجب وهو طلاق الايه؟ المولي، وقلنا طلاق المكره لا يقع إلا إن كان إكراها بحق كالمولي، أليس كذلك؟ أمثلة ذكرناها من قبل، هذه هي. فهنا يجب عليه أن يطلق إذا لا يريد الفيئة، فيطلق عليه الحاكم، إما يطلق عليه الحاكم بأن يكرهه على أن يلفظ بالطلاق، وإما أن يطلق عليه الحاكم. قال طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، طلقة إيه؟ واحدة رجعية، لا ليس من حق الحاكم والقاضي، يعني الحاكم هنا القاضي، ليس من حقه أن يطلق أكثر من طلقة، لو فعل لا تقع، يعني لو طلق عليه ثنتين أو ثلاثة لا تقع هذا الطلاق، يتقع واحدة، فإن طلق أكثر منها لم يقع. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالإيه؟ بالطلاق، قال له إما أن تفيء وإما أن تطلق، قال ما بفيء، قال له إذن طلق، قال ما بطلق، فيطلق عليه القاضي، فيطلق عليه القاضي ولو بالإكراه كما قلنا، وتكون حينئذ من صور الإيه؟ الإكراه بحق. نعم، هذا هو أحكام الإيلاء، والله أعلم.